بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي وأعزائي مشاهدي قناة الندى، أرحب بكم في حلقتكم في الفقرة الطبية. طبعا قبل كل حاجة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله بعد بكرة عيد الأضحى المبارك، ربنا يعيده علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة بكل حب وشوق وألفة ومحبة يا رب العالمين. النهاردة الموضوع اللي هنتكلم فيه في موضوعات كتير قوي. اول حاجه نبتدي فيها بعمليه الشعر. الشعر دلوقتي دخلت الصيف، انتهاء الصيف ودخول الخريف ودخول الشتاء، بيحصل تغيرات كتيره جدا في الشعر. عندنا نوعين من انواع الشعر، الشعر الدهني والشعر الجاف. في ناس بتسال هل اللي ممكن نستعمله للشعر الدهني نستعمله للشعر الجاف؟ طبعا لا. احنا هنقول دلوقتي احنا اهم حاجه عندنا بالنسبه للشعر الدهني ان احنا بنديله حاجه اسمها السيرم. السيرم ده بيخلي الشعر يعرف يتنفس تاني، ما بيخليهوش يبتدي يطلع فيه القشور وعدم تغذية بصيلات الشعر. احنا قلنا السيرم بيمتص بسرعة جدا، ما بيديش اللمعة الجامدة قوي بتاعت الزيوت، فاحنا بنستخدم السيرم بالذات للشعر الدهني وبنستخدمه عادي خالص كأي نوع من انواع الدهنات. لو احنا عايزين اي فتاة او سيدة او رجل بيتفرجوا علينا دلوقتي من اعزائنا المشاهدين، ممكن بيطلب على في تليفونات بتطلع دلوقتي بنطلب سيرم للشعر الدهني. لازم نبقى عارفين نوع شعرنا قبل ما نبتدي نستخدم. طيب بالنسبه لي الشعر الجاف والعادي، الشعر الجاف والعادي بيستحسن ان احنا بنستخدم له مجموعه زيوت. مجموعه الزيوت دي، في مجموعه زيوت بتبقى فيه حاجات بسيطه، تركيبات بسيطه، لو حطينا زيت سمسم على زيت زيتون هيدي نتيجه هايله، بتساعد على تقوية الشعر وتغذيته. بس أهم حاجة بنقولها في الزيوت لما بنيجي نستخدمها بنحطها على الشعر وبنعمل بيها، بندلك فروة الراس كويس جدا. أي حاجة تتحط على شعرنا لازم يبتدي فيها تدليك، حتى الشامبو، والواحد أو الواحدة وهي بتغسل شعرها لازم تستخدم كمية الشامبو وتخليه يتغلغل لغاية جلد فروة الراس، لان لما هي بتعمل كده او بنستخدمه بالطريقه دي بنساعد ان الشعر بيمتص المواد الغذائيه اللي موجوده، مش نقعد نحطه على الطرف ونقول عشان يسهل التسريح بس. ده خاصه بالنسبه للشعر الجاف. هنتكلم على هندي وصفه للشعر الجاف. بنحط زيت اكليل الجبل، كميات متساويه من زيت اكليل الجبل، زيت جوز الهند، زيت زيتون، زيت جرجير، زيت لوز حلو. بنخلط كل الزيوت دي بكميات متساوية على بعض، بنبتدي ندفيها، بنعمل بيها حمام كريم ثلاث مرات اسبوعيا، حمام زيت ثلاث مرات اسبوعيا. لو احنا مش عارفين نحضر الحاجة دي في البيت، مش عارفين نحصل على جودة عالية ليها، بنتصل على التليفونات اللي موجودة قدامنا بتبعت لنا حاجة، بتبعت لنا زيت. الزيت ده مكون من 60 نوع من انواع الزيوت، يعني مجموع الخليط اللي هيجي لك او اللي هيجيلك في ازازة ده عبارة عن 60 نوع من انواع الزيوت بنسب معينة ومدروسة. واجود انواع الزيوت بنخلطها على بعض، مش يعني ما بنجيبش زيت مثلا، عارفين اكبر عيب في الزيت حاجتين، غشه وانه يبقى قديم. غشه مع احترامي لكل السادة المشاهدين ما يعرفوش غير اخصائي، لان هم في اوقات بيجيبوا زيت البرافين ويحطوا عليه ريحة ويبقى شكل ده زيت، يقولك ده زيت جرجير، يحط عليه لون يقول لك ده زيت سمسم، يحط عليه مش عارف ده زيت زيتون. فاحنا التركيبه اللي احنا عاملينها دي ممتازه جدا لموضوع الشعر، وبتخلي الشعر بيساعد على نموه، بيمنع تساقطه، بيخلينا بيمنع القشره، واحنا عارفين الوقت ده وقت لما بتكتر فيه القشره جامد جدا. هنيجي نتكلم على حاجه تانية مهمه، احنا داخلين على العيد كل سنه وانتم طيبين. كل واحد فينا عايز وجهه، وكل واحدة بالذات سيدة سواء متزوجة أو آنسة بتبقى عايزة وجهها جميل، يبقى يعني مشدود مبيض في يعني جميل نضر في نضارة. في تركيبة بسيطة جدا بنعملها. إيه هي التركيبة البسيطة دي؟ إحنا بنجيب 25 جرام عدس، 25 جرام ترمس موجودين عادي خالص، دول بنطحنهم كويس جدا، نخلطهم كويس جدا، بنعجنهم بمية الورد. بنعجنهم بمية الورد. بعد ما يتعجنوا يبقى عجينة كويسة متماسكة، ممكن لو عايزة تمسك شوية ممكن نحط لها شوية نشا بسيط، أو نحط لها
رز، يعني رز مطحون، ونبتدي نعمل ماسك للوش لمدة نص ساعة. هنلاقي الوش ابتدى يشرب المواد الفعالة وابتدى يحصل فيه نضارة جامدة جدا. ده مش كفاية، ده اللي انا بقول عليه ده مش كفاية. ليه؟ لان ده مش كفاية ابدا، انك انت بعد كده في كريم بتبعتي تطلبيه عندنا على الارقام التليفونات اللي طالعة. الكريم ده البقع اللي ما قدرتيش تشيليها او اللي ما قدرتش تشيلها بالماسك بيشيلها، بيساعد على زيادة التفتيح. كمان الكريم ده بيساعد على تفتيح المناطق الحساسة. الكريم ده لو المناطق الحساسة غامقة قوي بندهنه 3 مرات في اليوم. بالنسبة للوجه بندهنه مرة واحدة بالذات بعد الماسك قبل النوم. يعني لما قلنا المناطق الحساسة دايما بنستخدم 3 مرات في اليوم الكريم، لان بتبقى نسبة الغمقان عالية شوية. وبنستخدم بعد كده بنغسله بعد كل مرة، يعني بعد كل 8 ساعات بنبتدي نغسله بأي صابونة متعادلة كويسة، ونبتدي نحط ماك طبقة تانية لمدة أسبوع. بتبص تلاقي الجلد بقى زي البنور ما فيهوش أي حاجة تاني. في مشكلة تالتة احنا هنتكلم عليها، ودي بالنسبة في بعض السيدات والبنات بيطلع لهم شعر في أماكن غير مرغوب فيها وبكثافة. بالذات بنلاقي الستات سيدات بيطلع لهم الشعر في المناطق الدقن، وتبقى شعرة طويلة وسودة. هنقول لكم ليها برضو حاجة سريعة. بنجيب نبات اسمه نبات الصعد، ده موجود عادي خالص. بذور السكران ده صعب شوية انكم تجيبوه، لانه برضو ده يعني له استخدامات تانية. بنجيبهم ونطحنهم مع بعض ونخلطهم كويس جدا. نحط لهم كمية مية، حوالي لتر مية، ونبتدي نغلي فيهم. بعد ما بنغلي كويس قوي، بتشيل السيدة بتشيل الشعر الزايد، وبنغلي فيهم لغاية ما يبقوا عاملين زي المعجون. بنحط لمدة من 2 ل3 ساعات، بنحط كمية على المناطق اللي بيطلع فيها الشعر في الأماكن الغير مرغوب فيها، أي مكان في الجسم. بعد 3 مرات حط هنبص نلاقي إن الشعر طلع رفيع جدا، وفي الغالب ما بيطلعش. بس بنستخدمه مع كل مرة إزالة، يعني مرة كل مرة بنشيل فيها الشعر بنستخدمه. برضه بتطلب بعد الموضوع ده بيخلي بالك إن أو خلي بالك إن دايما بيبقى فيه غمقان في اللون. بعد ما استخدم نبات الصعد والسكران بنبعت نجيب الكريم التفتيح. اللي مش عارف كريم التفتيح ده، كريم مجرب، كريم واخد ترخيص وزارة الصحة. بتبعتوا تطلبوه على التليفونات اللي موجودة. أول ما بيوصلكوا بتبتدي تحطوه مرتين في اليوم. بتستفيدي حاجتين، المكان اتفتح. دايما بيبقى حتى عند بعض السيدات والبنات بنلاقي الحتة دي سودة، وطول ما قاعدة تشد الشعراية اللي طالعة، وبتبقى ناشفة مش زي الشعر الطبيعي اللي بيطلع في المكان ده. لأ، هي لو عايزه تشيل ده او تشيل حتى الشعر اللي مش عاجبها بتستخدم الوصفه دي. هنتكلم على موضوع تاني. احنا داخلين على العيد وفي مشكله المريض البهاء. مريض البهاء طبعا هو احنا قلنا ده المرض ده للاسف الشديد بيخلي الانسان يتوارى من الناس، كانه عامل عامله. بالعكس انا بقول هو مش عامل عامله ولا حاجه، ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرفعه عنه ان شاء الله. قلنا أسبابه قبل كده، قلنا ممكن يكون سبب وراثي، ممكن يكون نقص في هرمون الغدة الكظرية اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون والكورتيزول أصلا الغدة الكظرية. ممكن يكون نقص في إفرازات الغدة الدرقية. بعد ما تخلص الحاجتين دول، الغدة الدرقية والغدة الكظرية، تبتدي تدور على سبب البهاء لو الحاجتين دول سليم. قلنا البهاء بيقدر نعالجه عندنا في المجموعة بطريقة سهلة جدا. قلنا في 3 حاجات لما بتطلبهم مجموعات بيجولك. اول حاجه كريم بيمنع تكسير الخلايا اللي مسؤوله عن البهاء، عن افراز اللون تحت الجلد، يعني لو منع البهاء. تاني حاجه قلنا كريم مس بندهنه لمده نص ساعه، وبعد كده بنتعرض للشمس الصبح بدري او قبل الغروب لمده نص ساعه، وبنستخدمه ده يوميا. تالت حاجه في مس تالت بيدهن مرة كل 3 أيام، بس ده بيدهن مرة لوحدة لمدة 3 دقايق، وبنتعرض للشمس 3 دقايق، وبنغسله بعد كده. والنوع الصغير ده ما بنحبذوش للأطفال، إلا بنحبذه بس للبالغين فقط. آخر حاجة بناخدها دي بقى اللي مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك أنت دلوقتي أو أنت طالعة بكرة العيد أو بعد بكرة العيد،
اللي عنده بهاء مش عايز يبان في وشه ان ده بهاء، فاحنا بنبعت له محلول. المحلول ده طيب معانا اتصال. استاذ اسماعيل اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله كنت انا دلوقتي تحت عينيا كده في استمرار كده تحت عينيا لون اسود. لون اسود. تمام. قلت كذا مرهم كده وعلاج ما ما تشالش يعني. ما تشالش. طيب خليك معانا يا استاذ اسماعيل، واخر الحلقه هجاوبك على سؤالك. شكرا. نيجي بعد كده قلنا ان احنا البهاء بنبتدي نستخدم المس اللي هو بيعمل كاموفلاج، اللي هو بيعمل بيضيع اللون شويه وبيضيع اللون على طول، يعني ما بنستناش لما يعني اول ما بتحطي خلال نص ساعه بيبقى لون الجلد لون طبيعي، لون طبيعي، فبالتالي وبعدين ما بيتشالش بالسهوله بالميه العاديه، لا بياخد يومين او ثلاثه على الجلد. تتخيل بقى انت كنت بتروح او انت كنت بتروحي او اي واحد مريض كان بيروح عنده بهاء في وشه راح البتاع، الله ده ايه ده اللون اتغير، بتفرق قوي. بس المهم احنا بنسعى للشيء، والسعي للشيء دلوقتي بقى اسهل حاجه في الدنيا، انك بتتصل بتليفون بتجيلك الحاجات دي لغايه عندك وبسعر معقول جدا وبتضيع ان شاء الله البهاء. هنتكلم عن حاجة بعد كده اللي هي موضوع السمنة. طبعا السمنة ده يعني موضوع اليوم وكل يوم، يعني انا بقول لكم ويمكن قلت المعلومة دي قبل كده، امريكا اللي هي الولايات المتحدة الامريكية بتصرف على السمنة، علاج السمنة وعلاج امراضها اكتر ما بتصرف على مرض الايدز. يعني شوفوا بقى مبلغ المبالغ اللي بتتصرف على السمنة وامراضها اكتر من الايدز، لدرجة ان هم سموها وباء. احنا قلنا اكتر حاجه بتزود الوزن كتر الاكل، الاكل الغير صحي، المشروبات الغازيه، عدم الحركه، كل الكلام ده تطرقنا ليه قبل كده. طيب معانا تليفون حنان. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حنان اتفضلي. ايوه اتكلم الدكتور. انا معاك يا دكتور اتفضلي. انا حامل في الشهر الثالث وبنزل دم. حامل في الشهر الثالث بتنزلي دم؟ ورحت للدكتور قال لي عيل كويس في نبض وكويس الحمد لله. بس قاعده برضه بنزل دم. طيب خليكي معانا لاخر الحلقه وانا هجاوبك ان شاء الله يا حنان. حاضر يا مدام حنان حاضر. هنيجي بعد كده نتكلم على موضوع السمنه، نرجع لموضوع السمنه تاني. موضوع السمنه ده قلنا ان هو في من الحاجات برضه على فكره اللي بتسبب ان احنا بيحصل فوقات بعض الاحيان سقط السمنه، الوزن الزايد. ليه؟ لان بقى في ضعف في جدار الرحم حتى من الدهون اللي بتبقى موجوده في الجسم. قلنا احنا السمنه عملنا لها حاجه بسيطه جدا اللي كان متابعنا قبل كده، قلنا احنا ابتدينا في الاول خالص قلنا بناخد معلقتين كركم على كوبايه ميه وبنشربها كل يوم علشان ننظف القنوات الصفراويه عشان ناكل لحم العيد الخروف وكده واللحم الدسم. تاني حاجة قلنا بعد كده بنبتدي نطلب النباتات اللي هي موجودة عندنا على التليفونات. النباتات دي يا جماعة فيها ميزة كويسة جدا. الشاي ده اللي بيجي لك فيه ميزة كويسة جدا. أول حاجة ملوش أثار جانبية، لا بيعمل مغص ولا بيعمل إسهال ولا بيعمل قيء ولا بيعمل سهر ولا اكتئاب ولا أي حاجة خالص. دي حاجات طبيعية خالص بتساعد على حرق الدهون، دي أول حاجة. تاني حاجة بتسد النفس، بتقلل الشهية شوية، وبعدين بتمنع الامساك. دايما كل مريض سمنه عنده امساك. بناخده حسب الوزن، يعني لو انا وزني كبير وفوق، قلنا احنا زمان فاكرين المعادله بتاعه السمنه، قلنا معامل كتله الجسم بيساوي ايه؟ الطول الوزن بالكيلوجرام على الطول بالمتر، مربع الطول بالمتر، يعني الطول بالمتر مضروب في نفسه مرتين. لو انت او انت من 25 ل 30 هتاخد كيس 3 مرات في اليوم. طيب من 30 ل 35 نتيجة المعامل كتلة الجسم، من 30 ل 35 هتاخد كيسين قبل الفطار وكيسين قبل الغداء وكيس قبل العشاء. طب لو فوق، لا هناخد كيسين 3 مرات وممكن 3 قبل الغداء كمان. موضوع السمنة ده مش موضوع بنستهون بيه، ما تستهونش، ما تقولش ده عز. كان زمان يقول لك اللي عنده كرش عنده عز، لا ده اللي عنده كرش هيجيله سكر، هيجيله ارتفاع ضغط الدم،
هيجي له وجع في الظهر، هيجي له وجع في الركب، هيجي له وجع في مفصل الحوض. الكلام ده مش كلامي، دي ابحاث علميه واحصائيات اتعملت، لقوا ان الكرش بيسبب مرض السكر، هيحصل له ضعف جنسي، هيحصل لها تاخر في الحمل، هيحصل لها مشاكل في الانجاب. كل دي حاجات بتحصل للانسان بعد ما يبتدي يسيب نفسه وبطنه تكبر، فما عادش عز، ده ما بقاش عز، ده بقى فقر. كويس، فاحنا عايزين نقدر نتخلص منه سهل. جينا بعد كده لقينا فيه كرش، ولقينا فيه ارداف، ولقينا فيه زراعات، بنيجي نطلب مع النباتات اللي بتطلبها دي، بتطلب اللف، بيجي لك معاها اللف التنحيفي. ايه موضوع اللف التنحيفي ده؟ متهيألي اللي متابعيني يمكن قالوا الراجل ده ما بيزهقش من موضوع اللف التنحيفي. لا، انا ما بزهقش اللي على الحاجه اللي فيها مصلحتك او فيها مصلحتك. احنا بننقل لكم علم، وبننقل لكم ان احنا عايزين الصحه بتاعتكم تبقى احسن. عايزك تعيش عيشه، لو الواحد هيعيش سنه سنتين 10 50، تعيشهم وانت صحيح مش مريض. مهم جدا ان احنا نخاف على بعض. فاحنا قلنا اللف التنحيفي ده بيحصل بعد الحمل والولاده، قلنا البطن بتبقى كبيره شويه بالنسبه للي بيحافظ على وزنه، البطن بتبقى كبيره شويه. بتحصل بعض الانسات او الرجال او السيدات بيفاجئوا ان بعد التخسيس بيبقى فيه مناطق ما بترضاش تخس. قلنا الدهون اللي فيها بتبقى دهون عنيده، دهون متحوصله، مخليه نفسها متحاطه عشان ما تسحش. احنا بنروحها لغايه عندها، بدل ما كنا بناخد النباتات تمشي في الدم، تمشي في الجسم كله، لا، انا هروح لغايه عند الدهون دي. هنروح لغايه الدهون دي، هنعمل لها ايه؟ هنطبطب عليها؟ لا، نروح نقول لها بصي احنا هنسيحك، هتنزلي بخاطرك مش بخاطرك، هتنزلي، ما دام انا عندي الاراده انك تنزلي هتنزلي. انما لو ما عنديش اراده ما تفكرش تعمل حاجه خالص، او ما تفكريش تعملي حاجه خالص. احنا بنطلب الكريم اللي موجود. الكريم ده علبة عبوة حوالي نص كيلو، دي بتقضي كتير قوي، بس برضو حسب المناطق. بنيجي ندهن المنطقة اللي هي مراد تخسيسها دهان كويس جدا، بعد ما بكون غسلنا المكان كويس ونشفناه، بنبتدي ندهن الدهان على البطن او على الارداف، اي مكان، او الذراعات، المكان اللي احنا عايزينه يخس. بعد كده بنلفه اللي هو البلاستيك اللي جاي معاه، الرول البلاستيك، رول اللف التنحيف. بتربطي جامد جدا، بتربط جامد جدا وبتشد على قد ما بتقدر، وتبات بيه طول الليل. ما تخافش او ما تخافيش، مفيش اي ضرر على الاوعيه الدمويه هيحصل. الكريم بيساعد على حرق الدهون اللي موجوده تحت الجلد، الشد الجامد بيحفظ الحراره اللي طالعه من الجسم فبيساعد على امتصاص الكريم، وزائد ثالث حاجه بيضيع السيلوليت. قلنا السيلوليت ده قبل كده عباره عن الحفر اللي بتبقى موجوده في الدهون. مش احنا لما قلنا في دهون سهل انها تنزل، وسهل انها، ودهون صعبه، الدهون اللي في جوه الحفر دي نزلت، الدهون اللي بره هي اللي ما نزلتش. احنا بنروح لغايه عندها وبنقول لها احنا لازم ننزلك. هنيجي بعد كده، بعد ما ابتدينا تنزل الدهون تاني يوم، بنروح شايلين البلاستيك ونبتدي نغسل المكان بصابونه بنبعتها معاه. الصابونة دي صابونة طبية معمول عليها أبحاث بتساعد على شد الجلد. ليه بنشد الجلد؟ لأن احنا طبعا فقدنا مليمترات من الدهون بالليل. مليمتر في مليمتر في ملي في ملي في ملي، بقينا كذا سنتي، بقينا 3 سنتي، بقى في نوع من أنواع الترهلات. نوع من أنواع الترهل. لا، أنا مش عايز يبقى في ترهل. فبديك الصابونة دي، أو بديك الصابونة دي علشان تشد الجلد. كل حاجة ليها سبب، كل حاجة ليها سبب. طب في ناس بتقول أنا بقى خلاص بطني كبرت خالص ودلدلت وبقت لغاية ركبتي، إيه الحل؟ برضو هتنفعك الصابونة واللف التنحيفي، بس هتاخد وقت أطول، هتاخد وقت أطول. بالذات برضو بأنصح كل سيدة بعد الولادة تستخدم اللف التنحيفي. على فكرة النباتات اللي احنا بنبعتها ما بتعديش اللبن، لان يعني ما بتروحش للطفل للرضيع،
بتاخدي اللف التنحيفي وبتاخدي الشاي. كويس؟ طيب بيطلع عندنا بعض السيدات بعد الولادة بيطلع عندها كلف. الكلف بتاع الحمل. في معروف جدا الكلف بتاع الحمل بتلاقي منطقة عندها ابتدت يطلع فيها لون غامق شوية. الكلف بتاع الحمل ده مهم جدا ان هو برضو يتشال. برضو الكريم اللي احنا قلنا عليه بتاع التفتيح اللي بتطلب ممكن بقى ايه؟ يعني دلوقتي واحدة حامل او واحدة خلاص ولدت خلاص ولدت وربنا قومها بالسلامة وابتدت ترضع. وزنها زايد هتعمل ايه؟ اول حاجة عندها كلف بتبعت تطلب كريم التفتيح اللي احنا قلناه عليه. استخدمه في مناطق الكلف والنمش. تاني حاجة عندها سمنة سواء سمنة مناطق او سمنة عامة. سمنة المناطق طبعا بتبقى بطنها بعد الولادة كبرت شوية. فبتبتدي تاخد الكريم وبتدهنه بالطريقة اللي احنا بنقول عليها. وبتبتدي تستخدم اللف عليه التنحيفي وتاني يوم الصبح بتغسله بالصابونة اللي بنبعته لها. طب والشاي؟ قلنا بتاخده مرتين في اليوم او ثلاث مرات حسب الوزن. كده احنا حلينا 50-60% من مشاكلها بتاعت بعد الولادة. طيب بيحصل سقوط للشعر بنبعت لها برضو زيوت للشعر علشان تبتدي تغذيها. تغذي الزيوت او السيرم. قلنا السيرم ده شفاف وابيض خالص وبيبقى ممتاز جدا لو الشعر دهني. انما لو الشعر جاف بنبعت لك اللي هو تركيبة الزيت اللي بتتكون من اكتر من 60 مكون. 60 انجريدينت كده مع بعض بتبقى علشان يبقوا كلهم متعادلين مع بعض. تستخدمي طب قلنا احنا عندنا اللي بيحصل اسمرار في الوش بعد الحمل برضو نفس الكريم اللي احنا بنبعته للكلف هو برضو بيعمل عملية تبييض سواء للمناطق الحساسة او للمناطق العادية. وقلنا الفرق بين ده وبين ده في عدد مرات الاستخدام حسب البشرة. في بشرة دكنة قوي مناطق بتبقى دكنة زيادة عن اللزوم. في مناطق بتبقى اقل دكانة وهكذا. فاحنا بنبتدي نحل المشاكل واحدة واحدة. كويس؟ طبعا السيدة بعد ما او الرجل مننا بعد ما بيبتدي يخس بيحس بنشاط غريب. بيروح منه الشخير اللي بيشخر بالليل ما بيبطل يشخر. اللي ما بيقدرش يطلع سلمتين بيطلع السلالم. اللي ركبه كانت بتوجعه بيبتدي يحس ان ركبه خفت. خلي بالكم بداية وجع الركب الخفيف ده بيجيب بعد كده خشونة في المفاصل. يعني الناس مش عايزة تستهون بأي عرض للسمنة. بيحصل تآكل الغضاريف وبعدين بتبقى ملهاش حل تاني. يا إما عملية يا إما نعمل الرباط الصليبي يا إما بنشيل الزوائد جراحيا. مشكلة السمنة مشكلة عويصة جدا. فياريت احنا نخلي بالنا من الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا عن السمنة اتكلمنا عن البهاء اتكلمنا عن البشرة. جالنا اس ام اس بيسأل عن امبارح كان جالي مدام نجلاء كان زوجها او حد قريبها اتصل وقال عندها زياده. طيب معانا استاذ عبد الله. اتفضل استاذ عبد الله. اهلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. والله لو تكرمت انا عندي ابني يعني 14 سنه او 13 سنه. وزنه 83 طوله 150. مية خبر ابيض. انت سبته لغايه كده ليه يا استاذ عبد الله؟ انت مش بتحبه ولا ايه؟ لا ابدا والله انا يعني مش بقدر امنعه. بقول لك يعني نعم مش بقدر امنعه مش بقدر لا امنعه. لا تقدر تمنعه يا استاذ عبد الله. يعني زمان قال لك ونفسك الطفل ان تهمله شب على حب الرضاع. نعم قال لك زمان الشاعر. طبعا ونفسك الطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمه ينفطم. يعني معلش احنا ان شاء الله نعالجها باذن الله. احنا قلنا عمره كم سنه؟ عمره 13 سنه. هو 13. بلغ يا استاذ عبد الله. بلغ سن البلوغ. نعم في سن البلوغ دلوقتي بلغ يعني بقى يعني على وشك. على وشك. ما هو طبعا التاخير ده على فكره من الوزن الزياده. نعم خلي بالك ان التاخير ده من الوزن الزياده. اكيد يا دكتور تاخير البلوغ ده من الوزن الزياده. طيب ماشي يا استاذ عبد الله. ماشي اتفضل حضرتك. خليك معانا لنهايه الحلقه وانا هقول لك هتعمل ايه مع عبد الله. ماشي طب شكرا. احنا قلنا كانت مدام نجلاء امبارح اتصلت بيا عند او حد من قرايبها. كانت بتسال على نوع من انواع الامراض اللي جات لها ربنا شفاها الله وعافاها وشفى كل مريض باذن الله.
عندها ورم حميد في الغده النخاميه في الانسجه اللي بتفرز المسؤوله عن افراز، ما هو مش الهرمون نفسه الافراز، الاستيميوليتنج هرمون اللي هو بيفرز البرولاكتين. انا قلت لها انا هشوف الموضوع وفعلا انا شفته لها. هتعمل حاجه بسيطه قوي، هي هتجيب نبات اسمه كزبره البئر، مش الكزبره العاديه، مش الكزبره العاديه. بعدين تروح لحد تقول له انا عايز كزبره، هديها الكزبره العاديه دي مش هينفع في حاجه خالص. كزبره البئر، تمر الخروب ده برضو موجود، زائد المرميه، زائد رجل اسد، رجل اسد وكف مريم، بتخلطهم على بعض كميه وبتاخد معلقه 3 مرات في اليوم. نبتدي، هتبتدي تاخد الحاجات دي وايه، وهتبتدي تحس ان هي ان شاء الله ابتدت تتحسن وابتدى اللبن يقل منها شويه، لان طبعا ده بيبقى عائق للحمل وله بعض الاغراض الاعراض الاخرى. هنتكلم بعد كده. قلنا يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا بالنسبه للاستاذ عبد الله، كان ابنه هو يعني من كتر حبه فيه ما بيقدرش يمنعه عن الاكل. طبعا ده مش مظبوط، كلام مش مظبوط ابدا. الكلام المظبوط ان انا بشوف ابني او بنتي وزنهم بيزيد امتى وعاداتهم الغذائيه ايه، دي مهمه. هو كويس ان هو تنبه لكده. استاذ عبد الله بدون اي تاخير، يعني يا ريت التليفونات عندك، بتتصل بيبعتوا لك النباتات، النباتات اللي هتتبعت لك دي اللي هو الشاي، انا عايزك تاخد اكتر من مره، يعني انا عايزك تطلب طلبيه او طلب تقول لهم انا عايز لمده 3 شهور. لمده 3 شهور هتدي له كيس على كوبايه ميه مغليه قبل الفطار وقبل الغداء فقط، قبل الفطار وقبل الغداء. وبتعمل له برده منطقه البطن مهمه جدا انك تعمل له فيها اللف التنحيفي، عشان تاخير اللي حصل في موضوع البلوغ، لانه بعد كده خلي بالكم يا جماعه الخليه الدهنيه ليها عيب وفيها ميزه. عيب الخليه الدهنيه ان هي حجمها بيوسع، بيكبر. طب لما بنخس هي بتنكمش زي البالونه وبترجع تملي تاني. فكده الاستاذ عبد الله خلى ابنه خلاياه الدهنيه وسعت، فبقت بتشيل كميات دهون اكتر. كويس؟ فهو يبتدي دلوقتي، عشان برضه في السن الصغير ده انا بحذر، انا بحذروش هو بالذات، انا بحذر كل اب او ام ليهم ابن بدين، خلي بالكو السكر بقى بيجي عند 14 و15 سنه للاطفال، مش جوفنايل، مش اللي هو بتاع السكر الانسولين اللي لازم ياخد انسولين، والسكر النوع الثاني بقى بيجي في 14 و15 سنه. مهم جدا ان كنتوا يا جماعه يبقى عندكم ثقافه طبيه. احنا ما بقاش عامل زي الابن او الدبه اللي قتلت صاحبها من كتر عشان تهش من عليه الدبانه قتلته. ولادنا امانه وهنسأل عنهم. فأي واحد رجل أب أو أم شايفة بدانة في ابنها أو بنتها تبتدي تطلب النباتات اللي احنا بنقول عليها. وكل سن وكل وزن له حاجته. عبد الله أنا متأكد إنه ما بيلعبش كرة مع زمايله، متأكد إنه منطوي، ولو لعب كرة هيوقفوه جون. كويس؟ منطوي قاعد على جنب، بيتقال له أصحابه يقولوا له تخين، ونفس الكلام بالنسبه للبنات. طيب معانا استاذ عادل. استاذ عادل اتفضل. الو استاذ عادل، اتفضل استاذ عادل. السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت شويه استاذ عادل لو سمحت. معاك الدكتور، اتفضل استاذ عادل. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ عادل. الصوت بيقطع. طيب شكرا يا استاذ عادل. الصوت الظاهر في مشكله في الصوت، او عاود الاتصال يا استاذ عادل تاني، جرب مره كمان واحنا معاك. فدايما اقول انت اي امانه بين ايدينا اولادنا، فلذات اكبتنا اللي بيمشوا على الارض، لازم اول ما الابن او الابنه تبقى حاسين فيهم بسمنه من صغيرين، نبتدي نغير عادات الاكل، نبتدي نزود اللون الاخضر في الاكل، نزود الالياف في الاكل، نقلل الحاجات اللي هي المصنعه،
الحاجات الالوان اللي هي الصناعيه، الاكل اللي هو مش اللي هو الجانك فود اللي هو بنبعت نطلبه الجاهز، الام بتليها دور مهم جدا جدا في صحه ولادها وزوجها. ف طيب معانا استاذ عادل. اتفضل يا استاذ عادل. ايوه يا دكتور. اتفضل، اهلا بيك. يا دكتور عندي زياده رهيبه في منطقه الكرش. في منطقه الكرش. وبعدين بالنسبه للاكل يعني ما باكلش كتير يعني. ما انت اكلت قبل كده يا استاذ عادل. نعم. انت اكلت كتير قبل كده. عندك كم سنه؟ زمان ممكن. صح، ربنا يديك الصحه. عندك كم سنه يا استاذ عادل؟ 40 سنه. ما شاء الله، انت لسه صغير. الوزن كام يا استاذ عادل؟ انا طولي 185 ووزني 120. ما شاء الله. لا يا استاذ عادل، طيب انا هتكلم دلوقتي. استاذ عادل خليك معانا، لان برضو الموضوع اللي بتكلم فيه هو برضو اللي هيهمك. شكرا. نفس المشكله، وانا لو استرسلت معاه شويه هبص الاقي عنده مشاكل في الظهر، مشاكل في الركبتين، مشاكل في المفصل الحوض. كويس. ممكن يكون في مشاكل تانية مفيش داعي للتعرض ليها. بصوا يا جماعة، أنا دايما أقول الكرش علامة السكر. الكرش المدور ده علامة حاجتين، سكر وجع ظهر، ما بيخرجش عنهم السكر فبقول للأستاذ عادل، يا أستاذ عادل زي ما بقول للأستاذ أبو عادل، الأستاذ عادل ما تتأخرش لسه. استاذ عادل انت صغير في السن، ربنا يديلك الصحة، 40 سنة انت لسه في عز شبابك يعني. كويس. انا عايزك بتبعت، انت عندك تليفونات يا استاذ عادل بتطلب، بس برضو انت يا استاذ عادل عايزك تطلب برضو 3 شهور، يعني 3 شهور هيجبرك انك تاخدهم 3 شهور. يعني احنا عيبنا حاجة، اول ما بنحس ان احنا نتحسن زي ما بناخد مضاد حيوي، بناخد المضاد الحيوي نقول اه والله احنا بقينا كويسين، وقف. كويس. بناخد الدواء وبنطنش مش عارف ايه يعني كده، لا ما ينفعش. خد 3 شهور وامشي على 3 شهور، واوعدك باذن الله بعد 3 شهور من النهارده وعد الايام من اول ما تجيلك الحاجه هتتصل بينا وتشكرنا وتقول لنا احنا متشكرين، جزاكم الله خير. احنا مش عايزين منكم غير الكلمتين دول بس، جزاكم الله خير. احنا ما فيش اي وقت من الاوقات عايزين منكم غير ان احنا نوصل للنتيجه معاكم. الاستاذ عادل والاستاذ اللي هو اللي ابنه برضو عنده سمنه، استاذ عبد الله، ما تتاخروش. واي حالات مشابهه بالنسبه للرجال او السيدات ما تتاخرش. بالنسبه لبنوتاتنا الامامير والحلوين، قلنا اللي عايزين بقى العيد وبالذات بعد سن البلوغ والبشره لما بتبقى فيها شويه حبوب شباب وشويه الوان زايده ومش عارف ايه والكلام ده كله، قلنا في منتهى البساطه هنعمل ماسك بسيط جدا، قلنا عبارة عن ترمس ناشف وشوية رز ناشف وعليهم عدس، بتطحنوا كويس جدا، بتحط عليهم مية الورد، بتعجنوا بيها، بتعمل ماسك. اول خطوة كده خلصت من جوه البيت، وصفة من جوه البيت. مفيش بيت دلوقتي مفهوش عدس ولا ترمس، ترمس ممكن يكون بيجيبوه ولا رز. بعد كده بتبعتي تطلبي اللي هو الكريم اللي هيوصلك ده، هيساعد على التفتيح، هيخلي وشك تحفه، او وش يعني حتى لبعض الولاد وشهم تحفه، يعني هتبص تحس انك انت وشك ابيض ونور. ليه بقى؟ لان بعض الاوقات بعض الماسكات لما بتبقى ناقصه فيها شويه زيوت بتدي بهتان للبشره وجفاف، بهتان للبشره وجفاف. الوش مشدود، الشدة دي بتاخد شوية من الدهون اللي موجودة تحت الجلد، فإنما احنا مش عايزين كده. الكريم هيبيض وهيغذي، اتفقنا على كده؟ دي أمور سهلة جدا يعني. بعد كده قلنا بالنسبة للشعر بالذات السيدات دلوقتي والبناتنا الحمد لله ربنا من عليهم. طيب معانا الأستاذ جاد. أستاذ جاد اتفضل. أستاذ جاد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور خالد عايز اتفضل. والنبي حضرتك انا كنت بسمع حضرتك على قناة الندى. ايوه. وحضرتك عندي السكر. ايوه. ومن ضمن برضو الاعراض اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي الدهون في الكرش.
بس انا حاليا يعني على مؤاخذة الكرش بتاعي صغير مش عم دور ماشي صح كده. فعندي حضرتك عند السكر ايوه وطبعا اكيد سبب لمؤاخذة ضغط دم ضعف جنسي ووجع في الظهر نفس الحالات اللي انت قلت نفس الكلام عندي. يعني احنا ما بنقولش طبيعي. طيب ماشي حضرتك ايه العلاج المناسب يعني؟ انت السكر مظبوط عندك يا استاذ جمال يا استاذ جد؟ والله انا حضرتك يعني باخد علاج للسكر من التامين الصحي بس يعني مره عالي ومره واطي يعني مره عالي عشان الاكل طيب نعم؟ طيب بص يا استاذ جد انا انت متابعني في موضوع النباتات؟ ايوه سامعك حضرتك. طيب النباتات انت دي خليك معايا وانا نعم. برضو اكمل مشروع موضوع السمنه تاني مع السكر ووجع الظهر والضعف الجنسي وكله. ماشي دكتور شكرا. يا جماعه اهو يعني احنا ما بنقولش كلام اي كلام. ممكن بعد كده حد يتصل مثلا يقول لك انا والله عندي دهون على الكبد. طيب جينا لدهون الكرش بقول لك كرش صغير. انا لسه بقول حتى لو حته زي الكوره كده ده بيبقى دايبتك. يعني عارفين يا جماعه يعني كل حاجه بتدل على حاجه. كل يعني كل عرض بيبان عليك بيدل على مرض هيجي بعده. الكرش الصغير ما تستصغرهوش. بيجيب بعده ضعف جنسي زي ما قال، وجع في الظهر، سكر. وبعدين في مثل طبي مشهور جدا يقول لك ايه؟ يقول لك وانس دايبيتك وانس هايبرتنسيف. يعني ايه؟ ما دام الواحد عنده سكر بقى عنده ضغط. هتقولي واحد يتصل عليا على التليفون دلوقتي يقول لي انا عندي سكر وما عنديش ضغط. ممكن يبقى عنده ضغط ما عندوش سكر. لا انا بقول وانس دايبيتك وانس هايبرتنسيف. طيب ام عمار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمور يا أم عمار اتفضلي. عايزة أكلم الدكتور. أنا الدكتور معاك اتفضلي. إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. لو سمحت عايزة أقول لحضرتك أنا عندي روماتيزم. عندك؟ عندي روماتيزم. روماتيزم. روماتيزم؟ عندي روماتيزم. أيوه. كنت عايز اعرف في علاج ليه ولا ايه؟ وبعدين الروماتيزم سهل ما تخافيش. نعم تعالي صوتك شويه لو سمحتي. الايه؟ ممكن الغده الدرقيه. ايوه خمول. الغده الدرقيه فيها خمول. ايوه طيب باخد لها علاج والعلاج دوت يعني على طول طول الامر هذا اني اخده يعني هو العلاج ده علاج اسمه علاج تعويضي. علاج تعويضي ايوه حضرتك. انت وزنك كام؟ يعني بس انا في تكسير جامد في عظمي يعني دايما ده طبيعي طبعا عشان الثايروكسين. سنك كام سنه؟ انا عندي 39 سنه. ما شاء الله انت صغيره. وزنك كام يا ست ام عمار؟ وزني 80. 80. طولك؟ طولي 158. انت عندك وزياده في الوزن يا ام عمار؟ ايوه عندي. عندك زياده. عندك سمنه ارض سمنه مناطق كمان بطنك منطقه في الافخاذ والارداف كبيره مظبوط يعني الحمد لله. ها يعني البطن كبيره يعني الحمد لله. طيب انا عارف انا اسف اني بسال السؤال ده. انت عندك كام طفل؟ عندي 3. ما شاء الله 3 اطفال. طيب خليكي معانا وانا هقول لك على حاجه للروماتيزم بس ما تخافيش. هو التي 3 والتي 4 اللي عندك ده هو اللي عامل لك شويه زياده تلخبطه الوزن ولخبطه تكسير العظم. الو شكرا. احنا ده شوفوا يا جماعه ما بنتكلمش في حاجه غير ويبان لنا ان الحاجه دي هي سببها سمنه. احنا دايما اتكلمنا لما اتكلمنا في البهاء قلنا ايه؟ خلي بالكم بنعمل تحاليل الغده الدرقيه. برضه الحالة السيدة أم عمار بنعمل تحليل الغدة الدرقية والجار درقية عندها بقى مهمة دلوقتي. ليه بنقول لها الجار درقية مهمة عندك؟ الجار درقية دي مسؤولة عن إفراز هرمون متعلق بالكالسيوم وامتصاصه في الجسم. فبرضه يا ريت أنا هقول لك دلوقتي بعد يعني في الفاصل بعد الفاصل هقول لك على حاجة للروماتيزم وبس برضه بتعملي هرمون الغدة الجار درقية. معانا أستاذ محمد. أستاذ محمد استاذ محمد من المنصوره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم في حاله عندها فيروس سي خامل لو سمحت عايزين الوصفه سمعناها النهارده الصبح بس مش كامل.
طيب احنا حاضر حاضر اقول لك دلوقتي فيروس سي. حاضر استاذ محمد من المنصورة. طيب استاذ محمد بالنسبه لفيروس سي هناخد بنجيب كيلو عسل، بس كيلو عسل نقي اللي هو عسل يعني محترم يعني مش اي كلام. بنحط عليه بنجيب معاه 65 جرام صمغ عسل اللي هو البروبيلز، 100 جرام حبوب لقاح، 50 جرام غذاء ملكات نحل. الطريقه بتاعته بسيطه بس بتاخد وقت شويه. اول حاجه بنجيب اللي هو صمغ العسل البروبيلز وبنحطه في اناء، نحط عليه ميه ونبتدي نغليه لغايه ما الميه تتبخر منه ونسيبه اول يوم. بنكرر الحكايه دي تاني يوم وبنكررها تالت يوم. في تالت يوم بعد ما نكرر بنبتدي نخلط العسل على الصمغ بتاعه اللي هو البروبيلز على غذاء ملكات النحل، نخلطهم كويس جدا. بعد ما بنخلطهم كويس جدا بنبتدي ناخد 50 جرام قبل الفطار و50 جرام قبل العشاء، وبناخد معلقه صغيره اللي هو قلنا حبوب لقاح قبل معاهم. بس خلي بالك ليه احنا ما خلطناش حبوب اللقاح؟ لان حبوب اللقاح ما تنفعش تخرج من الفريزر في الوصفه دي. بس بنبتدي كده من شهر لست شهور ان شاء الله هتبص تلاقي ان الفيروس ابتدى يخلص من جسمك خالص حتى لو نشط. لان احنا قلنا الحاجات دي التركيبه دي بتعمل حاجه جميله جدا، قلنا دي بتدي نوع من انواع الشيلد زي المصد كده، الفيروس ما يهاجمش الكبد، خلايا الكبد، بيخلي خلايا الكبد تستريح. برضو يا محمد يا استاذ محمد انا عايزك برضو تحافظ على اكلك، تحافظ على وزنك، مش عايز يبقى عندك فيروس سي وعندك كبد دهني، لان الكبد الدهني ده برضو من اسبابه انك انت بيحصل تليف. برضو عايزك تاخد كركم كل يوم، معلقتين كركم على ميه او على زيت زيتون، وبتاخدهم بعد الغداء. هتحس انك انت ان شاء الله بعد فتره وجيزه ابتديت تستريح جدا. حافظ على الاكل وتحافظ على الرياضه والحركه. قلنا ان السمنه نفسها طبعا بتعمل كل المشاكل دي، والمشاكل السمنه لا حصر لها. عشان نخلص من السمنه بسيطه، في تليفون بيطلع عندك على الشاشه دلوقتي، التليفون ده بتتصل. الو ام محمد؟ الو ام محمد؟ ايوه ايوه محمد عموري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيبه. دكتور بصحه وسلامه، دلوقتي عايزه اسال على شويه حاجات. اتفضلي. انا دلوقتي عندي 31 سنه، معايا مخلفه ثلاثه، عندي منطقه البطن طبعا زياده الدهون. ايوه عندك كام سنه يا ام محمد؟ 31. ما شاء الله انت صغيره. ولدتي كم مره؟ ثلاثه. ما شاء الله. اثنين قيصريه واحده طبيعيه. اثنين قيصريه. ايه ما شاء الله. كم ولد؟ يا تلات مرات ولاده. عندك وزنك كام؟ انا حاليا 110. ما شاء الله، ليه كده يا ام محمد؟ انت مش بتحبي محمد؟ حبيب. مش بتحبي محمد ولا ابو محمد؟ طيب حاضر، انت سمعتينا من الاول؟ لا انا سمعت حضرتك امبارح، بس انا كنت بكلم حضرتك امبارح. بس انا يا دوبك امكاني للصلاه النهارده. اتفضلي. طيب خليك تابعيني بقى يا ام محمد كده، لان انا هقول لك على حاجات هتلاقيها عندك وانا هقولها ومن غير ما تقولي. اول حاجه انت ظهرك بيوجعك يا ام محمد، ركبك بتوجعك، بتشخري وانت نايمه، ما بتقدريش تطلعي السلالم، مظبوط؟ كل الحاجات دي. ام محمد لو سمحتي انت عندك تليفون، ما تضيعيش الوقت زي ما ضيعتي امبارح، زي ما ضيعتي امبارح هتضيعي النهارده وكل يوم عن يوم. هتتصلي في تليفون هتقولي انا عايزه المجموعه بتاعه علاج السمنه. في تليفون ظاهر على الشاشه هتصل بيه. ده قولي له انا عايز، بس عايزه مجموعه سمنه لمده 3 شهور لو سمحت. لو سمحتي، لو انت فعلا فعلا بتحبي محمد وابو محمد، عشان هم اكيد بيحبوكي. شكرا يا ام محمد، هتبعتي تطلبي الحاجات دي وهتجي لك كل التعليمات. خلي بالك جدا من الموضوع ده. بالنسبه لام عمار، قلنا يا ام عمار لازم تنزلي وزنك كويس؟ نزلي وزنك كويس برضه بالمجموعه، بس انت مش محتاجه كتير، محتاجه مثلا كورس شهرين. تاني حاجه بتبتدي تاخدي زنجبيل الصبح، تاخدي معلقه على معلقه عسل، تاخديها بعد الاكل 3 مرات. بالنسبه لركبك هتجيبي فلفل
فلفل حراق الاحمر ده تقطعيه حتت صغيره قوي تحطيه في زيت زيتون وتسيبيه لمده يعني يغلي غلوتين ثلاثه كده تطلعيه وتشيل الفلفل قطع الفلفل الموجوده وتبتدي تدهني بيها الركب او اماكن الوجع اللي بتوجعك وتغطيها. خلي بالك في نقطه عايز اقولها لك احرصي منها جدا. انا عايزك قبل ما تبتدي تحطي الدهان ده على ركبك خدي حته صغيره وحطيها على جلدك على المنطقه دي بالذات. ليه؟ انا في بعض الناس بيجي لهم حساسيه من الفلفل فانا عايز اخاف ان يحصل لك حساسيه، فبس نقطه صغيره حطيها وعلميه عليها بالقلم. لو ما طلعتش ما ورمتش او ما عملتش اعراض الحساسيه الورم او الاحمرار الجامد قوي يبقى خلاص خديها حتى ربطي ركبك مده ربع ساعه بالظبط هتبص تحسي نفسك مفيش حاجه خالص. بعد كده بتغسليها كويس جدا وبتعيشي حياتك. كل يوم تدهني كده هتبص تلاقي نفسك استريحتي جدا. في ورق الكافور برضو مفيد، في حاجات كتير بس انا بحاول ابسط على قد ما بقدر. مهم جدا ان احنا التركيبه بتاعت الفلفل دي لا تيجي في المناخير ولا تيجي في العينين. لا قدر الله جت في كده بنجري على الميه، ما لهاش حل تاني غير ميه. نغسل ايدينا بميه وصابون ونفتح في الميه لغايه ما تغسل العين كويس. الحاجات مهمه، بنخلي بالنا من صحتنا، بنخلي بالنا من وزننا. قلنا الشعر الدهني يبعت يطلب السيرم. الشعر في كل مشاكله السيرم بيضيعها. كل مشاكل الشعر العادي والجاف بيطلب زيوت الشعر اللي موجوده عندنا، اللي التليفون طالع عندكم على الشاشه. قلنا السمنه الشديده والسمنه المتوسطه، اوجاع الروماتيزم، اوجاع الظهر، السكر، كل الحاجات دي النباتات السمنه هتعالجها باذن الله. بعد كده بنتكلم، لو قلنا في بهاء، قلنا تركيبه البهاء دي متكامله، تركيبه متكامله بتعالج البهاء تماما ان شاء الله. النتيجه بتظهر. قلنا انت هتدهن او انت هتدهن دهان هتعيد، خرجت خلاص كانك ما عندكش بهاء وبتكمل العلاج عادي. قلنا الكريم بندهنه مره واحده بالليل، في نوعين، نوع هديك ازازه كده مكتوب عليها مستخلص من نبات الخله. المستخلص من نبات الخله ده بتدهنه نص ساعه، بتعرض للشمس نص ساعه الصبح بدري او قبل الغروب. تاني حاجه النوع الصغير، قلنا ده ما يتعطاش للاولاد الصغيرين. النوع الصغير اللي هو كل ثلاث ايام ده، اللي هو خلاصه نبات الاطرنطه، ما بيتعطاش للاولاد الصغيرين اللي هو قبل سن البلوغ. بعد كده بتاخد اللي هو اللون التلوين اللي بيتحط مره كل ثلاث ايام. اظن ان شاء الله يعني عيد مبارك ان شاء الله، ربنا يجعله سعيد علينا، ودعواتنا كلنا وقلوبنا كلنا متجهه الى الله سبحانه وتعالى. بكره في اعظم يوم لمصرنا الحبيبه، ان ربنا يحفظها من كل سوء ومن كل شر، ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويقيها كل سوء وكل ذي سوء. وحتى التقي بكم ان شاء الله بعد العيد، اترككم في رعايه الله وحفظه وامنه، واستودعكم الله اماناتكم وخواتيم اعمالكم، وخلي بالك صحتك بالدنيا. وشكرا، وكل عام وانتم بخير.